عشان ليه عندنا متخلفين كتار معلش قضيه لابسه على اللحمه ما شفتوش الجزم وهي بتبص على الرؤوس ما شافش الضرب والسقف القضيه مش قضيه انهم قلعوها هدومهم بس قضيه مجرد اللمس العنف يبان لاي طفل الراجل اللي ما يشوفش ده هنا ليه والبناتهم بقول لهم في يوم من الايام في ناس كده لا تلتعظ غير لو وصلت النار لباب بيتها للاسف ودول ناس عندهم انحدار اخلاقي ما اقدرش اقول غير انهم عندهم يعني سلم الاخلاق دول ناس يعني ما يوصلوش لطفل عنده 3 سنين يعني للاسف شغال ده وهو